كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عايز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين عشان هتندم. محمد صلاح نجم ليفربول بيوجه رسالة قاسية لمنتقدي بعد خروج مصر من بطولة أمم أفريقيا. تعالوا نشوف إيه الحكاية. البداية مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، اللي أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة برسالة نارية عبر حسابه للمتابعين، خاصة في ظل حملة الهجوم على اللاعب بعد مغادرته معسكر منتخب مصر أثناء أمم أفريقيا. مش بس كده، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بدور الـ16، وده اللي زود حالة الغضب عند الجمهور المصري تجاه الفرعون، واللي ما قدرش يقدم مستوى مميز مع الفراعنة قبل الإصابة على عكس مستواه مع ليفربول. فالفرعون المصري محمد صلاح حب يرد على منتقديه بطريقة شيك، وده لما نشر عبر حسابه صورة مرفقاً من كتابه الخروج عن النص، في بأحد الفقرات مكتوب: كن نفسك وما تكونش زي ما أي حد عايز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، وما تفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 37 واللي عاوزك 39 واللي عاوزك 43 ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسك ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص، ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط أو يحبك بشروط، كون نفسك أنت وبس. كانت بداية أزمة صلاح أنه لم يحترم مكانة منتخب مصر الكبيرة، وأعلن يورجن كلوب مدرب الفريق عودة صلاح لصفوف الفريق علشان يخوض برنامجه التأهيلي والعودة لمنتخب مصر حال الصعود للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا. حصل هجوم كبير على المدرب الألماني بإعلانه عودة صلاح قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، علشان يخرج بعد كده يورجن كلوب ويتقدم باعتذاره على اللي حصل، وكان ودع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو بنتيجة 8-7 في المباراة اللي جمعت المنتخبين بثمن نهائي البطولة. وبيسعى المنتخب الوطني لتصحيح المسار وتحقيق الفوز بتصفياته الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وتعويض فشل استكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وبيعيش الجمهور المصري حالة من الحزن بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية واستمرار العقدة منذ آخر نسخة توج بها الفراعنة عام 2010، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكان بدأ المنتخب الوطني الأول مشوار حلم للتأهل لبطولة كأس العالم 2026 بعد الفوز الكاسح اللي حققه أمام جيبوتي بسداسية نظيفة في اللقاء اللي جمعهم على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. وبيعاني منتخب مصر من تراجع في الأداء